مساء الخير مشاهدينا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من المزح نصه جد من تلفزيون الان بموسمه الثالث واذا ما لحقتوا تحضروا الحلقه لايك اند سبسكرايب على تشانل يوتيوب بترجع بتحضروا الحلقه من اول وجديد بتشوفوا ضيفنا بحلقه الليله قاعد على هيدي الكرسي عم بيتعرض لاقصى انواع الاسئله جدا ومزحا وجدنا فيه مزح ومزحنا فيه جد ان هيك مطلع تصريحات وسكوبات بتضلها على السوشيال ميديا على فتره طويله بتاخذ وبتثير الجدل، اليوم ضيفي بحلقه ليلي عنده جميع جماهيريه جارفه بلبنان والعالم العربي، قدر من قلب مطبخ مش من قلب استديو، مش من قلب مسرح، من قلب مطبخه يكون نجم اول بمجاله، شخصيه ولا اشطر بالطبخ ولا اهضم بطلاته ومثله مثل طبخاته، ما بينشبع منه، شيف انطوان تحيه، روح شيف انطوان اهلا وسهلا فيك نحن أكثر حبيبي آآ آآ نجم اول بمجالك مش ضروري انا شيف انطوان لا بس نجم يعني قد صعب واحد يعمل نجم من كونه شيف هلا انا بفتخر انه انت شايفني نجم لا هلا انا مش انا مش انا شايفك شيف انطوان انت ناس. على التلفزيون ناس 26 سنه صار لك 26 سنه ما بتزيح نهار عن التلفزيون بثا مباشرا وصفات لكل النساء بنفس الوقت حضور محبب طلعت بتحكوا اخبار بتخبروا انت برنامجك مش بس طبخ منوع ومشان هيك اليوم نحن ببرامجنا بنشيل منه ماتيريال هو بس طبخ ما فينا نشيل منه شيء، ما كنت شلت شو بدي اشيل منه انا 2 كيلو لحمه 4 كيلو ما كنت شو بدي اشيل منه؟ بتاخذ اتصالات مباشره بتخبره اخبار بتعمله برنامج منوع و... و... وبقائك 26 سنه على التلفزيون هو اكبر دليل على نجوميتك. اليوم رح نحكي كثير اشياء، حاضر؟ حاضر على طول عندك مشكل؟ بحب... في شيء بيحرجك؟ ولا شيء ما في شيء بيحرجك، شاف انطوان خلينا بالجد ابو الناج <applause> شاف انتوان اليوم 26 سنه على التلفزيون و50 سنه مجموعه بعالم الطبخ صار أوه. لك عزبت 50 سنه ولا اقل 49 49 سنه, قرب سنة. قربت قرب تطفي الشموع اليوبيل الذهبي مثل ما بقولوا 50 بزبط. سنه آه بي بي بالطبخ وبالتعليم الطبخ وبالفندقيه وبغيرها من المجالات قد ايه نسبه الحلو والمر بهال50 سنه قد ايه في حلو قد ايه في مر فيها 90% حلو و10% المر منين جاي بيجي من الا بعض الناس يلي يعني هي بتضل تجي او المشاكل اللي بتصير خلال التعليم من بعض الاساتذه او من بعض الطلاب طلاب المشاغبين شو لا وقت بيجيك استاذ خلص هذا بفوت بالملاك اوكي والملاك بتعرف انت ما فيك تشيله ما فيك تشيله اوكي وبيجي ليعلم بده يعلم بيجي بيعطوك دوام انه بده يعمل رئيس مصنع بتحطه رئيس مصنع هلا عقدتنا بحديث طويل لا مالي حديث المصنع رئيس المصنع بصير يعلم بس ساعة. بتقلو 18 ساعه اوكي بتقول له يا خيي بهال 18 ساعه قل لي الوقت اللي بدك اياه لاعطيك اياه لاعطيك فيه بيقول لي بدي اجي من الساعه ما بيلتزم 8 ونص بلا ما يجي 6 بيجي 6 ونص اوف بلا ما يفل 8 ونص بفل 7 وربع يه هي تبعت ورا بتتشك عليها مثل بعضها مثل بعضها بل... اللي بيفوت بالملاك ب... ب... هيدا فاذا كلها مشاكل هاو كلها مشاكل مهنه اليوم شيف انطوان على تلفزيون لبنان تلفزيون لبنان مش محضور بس شيف انطوان محضور مزبوط ت... اليوم انت لو يعني اليوم انت اخر سبب لبقاء تلفزيون لبنان خلينا نكون صريحين ما في اعرف هيك اللي بس انا بعرف انه الناس كلها بتحضرني بعرف هالشيء بس امشي على الطريق بعرف هالشيء بس فوت على السوبر ماركت اوكي انه لو مش الناس بتعرفني ما بيقولوا ييش شيف انطوان كيفك شيف انطوان بتصوروا معي أكيد. يحكوني كذا من هون انه محضور هالبرنامج طيب محضور ال... ما برجع بقول لك اليوم اذا ما في شيف انطوان على التقال بضل في سبب لبقاء التقال بصراحه ما بعرف تلفزيون الدولة هلا بضل في برامج بضل في كمان ناس يحبوها مم. وفي ارشيف قوي بتلفزيون لبنان بس ما بتعرف قد ايه بس مباشر يوميا؟ انا كل يوم ساعه كل يوم ساعه معقول انت فتت مره بجنس بوك باطول شيش لحمه بظهور السويد مزبوط معقول ترجع تفوت باطول فتره من البث المباشر فك... فكر شي مره تعملها هاي على اذا بدك بعملها مم. ما فيها فكر فيها ما في مشكله طيب قد في انه ما بتتعب من المباشر انا في اعمل اطبخ ضلني بالطاب المطبخ 16 ساعه فرد ساعه عم تحكي جد عملها لا بس فيي بس كنا بالفندقيه بس يكون عندي حفلات وكنت أعلم، علم كان يقطع علينا 15 16 ساعة بقلب المطبخ هل نعم. قد بتحس بمتعة وبتسليب، هل قد بتتمتع بالطبخ بحب الطبخ هل قد بتحب في بعدك في لليوم في متعة نعم من بعد 50 سنة ما زهقت ما زهقت لا ولو ما زهقت ما تعبت ما تعبت بس اوقات آه الاداره اللي بتكون موجوده مم. اوقات بتخليك انه هيك تيأس. تيأس شوي بس بترجع بتقول لا انا هي مهنتي ما, ما خانك اسمك من الوقوف اجراك شيء و... ولا كتر ولا شيء ان شاء الله على طول طيب انطوان سؤال عن لبنان نسبه للبنان انت بتشتغل بالطبخ شو عم تاكل الناس هالايام مع الغلا انا من اربع سنين ايه؟ خففت كثير من مأكولات اللي فيها لحمه مثلاً فخذ الغنم معجبته على برنامجي ابدا عم تحكي شقفه الروستو ولا دخلت بقى ليش ليش أح... احساسا مع الناس احساسا مع الناس يعني انا الناس أفضل... اليوم ما عم تاكل روستو بلبنان لا قليل 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 كثير صارت اكله الغنم اكله الغني نعم الروستو فخذ الغنم بص... بحكي عن مسؤوليه اكله الغنم فخذ الغنم من اكله الغني. اوف غير السمك من أكل الغنم وانت إنت... انت 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 كشف انطون عم تاكل لحمه وهيك ولا قليل. قليل قليل نعم كمان انت كمان, قليل. كمان, قليل. كمان انت تعبت ليش لا <applause> انا من هالناس يعني انا ما في يجيب فخذ غنم حقه بلبنان 4 ملايين ليره 3 ملايين ليره هل <applause> حقه 3 كيلو ونص قد حق الكيلو مزبوط مليون ونص 4 ملايين ونص <applause> انا اجي فرجيهم ومعاش الرجال كل الشهر بيطلع 4 ملايين تيجي تطعميه اكله بمعاش تقول له معاشك يعني قد الاكله ابدا كانك عم عم تجرحه يعني صار الاكل صار صار برنامجك معقول اذا عملت طبخه في لحمه يجرح يجرح ويجرح المره ويتقاتل الرجال والمره لانه بدك تقول له اعمل لي بقله ما في مزبوط ما بدي بيطلع عيط بيتقاتلوا ببعضهم بيطلع خلافهم وطلعهم بسبب انطوان شو عم شو عم بتبدل؟ صرت عم اختار اكلات كلها من الحبوب والبقوليات والخضار واستعمل اوقات قليل مع الدجاج اوقات لا بلا دجاج واعمل لهم اكلات جديده طيب شاف انطوان قل لي بس سؤال ب 500000 ليره اليوم عائله ب 500000 ليره طب خاله بي وام وولدين شو بتعملون؟ شو بيعملوا؟ شيء يشبعوا منه بدك تعمل مثلا باستا ايه بالدجاج لهم فخدين بس دجاج فخدين؟ فخدين بتسلقهم إيه؟ وبتعمل بتسلق باكيت معكروني أوكي. وبتعمل صوص بشاميل زبده وطحين إيلي. وحليب إيلي. كلهم بتقلها بتب... يعني بتقلى بتفرفت الفخدين بتمدهم بقلبها وبتعمل تطبخ المعكروني والصلصه بيشبعوا إيه. هي يعني هيك عم نعمل هي حقها 500000؟ ألف. 500000 ألف. 500000 اوف مش هيني هلا 500 الف كثير انا امبارح بعد يعني لانه لانه اذا عم تقول معاش 4 مليون 500 الف يعني 15 مليون بالشهر مزبق. يعني اليوم الرجال اذا بدك عم فتش على طبخه ب 200 الف مش ب 500 حتى واذا بيلاقي 150 احلى بس مش عم بيقدر ما بيقدر شو بيقدر ياكل 150 ما بيقدر 200. ما بيقدر, 200000 بيقدر. 200 الف ياكل شيء كمان لا من و... 250 وطالع بصير يقدر شو بيعمل 250 الف مثلا بطاطا مسلوقه <تصفيق> <تصفيق> مع بيض <بعيد. تصفيق> هي 250 الف <000. تصفيق> <applause> 300 ألف مسلوقة مع كتير خبز محشية مع بيعملوا سندويشات يعني بكبوا بقلبهم لا مش ضروري اه. فين ياكلون يعني بال قد ايه لك مصاري بالمصاريف اللبنانية؟ راح منيح بسمع كتير بالبرنامج بتحكي عن رياض سلامة بتقول شو أخذهم أكيد رياض. بتقول أخذهم رياض سلامة أخذهم بتسمي بالاسم مع أنه بسمعك عفوا شاف أنطوان أنت ما بتجيب سيرة ولا سياسة بقول بقول كل السياسيين ايه ولا مرة بتقول اسم واحد بس عش على رياض سلامة بتقول اسمه ايه لأنه رياض سلامة هو من قايد الأوركسترا يمكن عندك ناجي ايه هو ممشيها آه. هن السياسية راحوا مش رياض سلامي مشيهم باللعبه صار هن مغطينه وهو عم يسرق العالم هو الاوركسترا تبع المحاسب محاسبة تبع الدوله كلها تبع مجلس اداره الفساد هو المحاسب تبعه هو الملك ملك الفساد اوف لانه هو خرب هو خرب لبنان بالاتفاق مع السياسيين يلي هن نصبوا على لبنان اليوم واحد ثلاثه اربعه بيلتفقوا وبروح بيسرقوا بنك مزود الدولة والمصاري، المصاري طيب في ما كثير، الدولة كدولة سرقت الشعب كله. اوف كل الشعب سرقته. طيب قد ايه ما قلت لي؟ فوق المليون دولار؟ فوق المليون فوق المليون دولار؟ اه جنى عمرك كله؟ مزبوط أنا مثلا طيب حي... عندك أملاك؟ أنا ربك رايح أوريدي كنت شاري أملاك؟ عندي أملاك. أجاري أنا التعب كمان أخذه، كنت روح على الخليج على أبو ظبي، أعمل حفلات كمان، ايه. كل هالشغلة. يعني كل هالتعب اللي تعبني كله راح كله راح بأي عمرك كنت سوري من يعني اليوم قد عمرك؟ اليوم عمري 67 سبعة سبعة سنه 67 يعني, يعني من اربع يعني عمري 63 عمر التقاعد 64 سنه اخ كان اخذ لك كل مصرياتك على الاد إيه. ما انا كنت هاو بدي افتح فيهم معمل ماكولات اوف اعمل فيهم يومية حوالي 30 بلادي جور 30 صحن يومي اوكي يتوزعوا على خمس محافظات اوكي كلهم بلا يومي واللي بيزيد بدي اعمل تفريز أوكي. يعني علب ماكولات جاهزه مفرزه للبيع وصلصات للبيع والصلصات للمطاعم الصغيرة تاخد صلصات مع شيء تحضر أوكي. وبكلفة أقل من كلفة البيت لاي بدي اشتغل بالجملة أنا وأعطيهم بالمفرد راح الحلم؟ راح الحلم هلا رجعت ل... رجعت للشغل لتقدر تعيش يوم رجعنا عم جديد بس الأم... بس قلت لي كنت مأمن شوية أملاك عندك شوية أملاك عندي نتفة أملاك أوكي بس حتى الأملاك نزل سعرهم بهيدي الأملاك هلا ما بيأثر م. كل شيء أملاك زمطنا فيه م. وين أملاكك؟ بقرنيل اكتر قرنيل عندي بيضايق. وعندي بالبوشرية بوشيه وقت كنت بالعراق ثلاث سنين كمان انا، أوكي انا من مؤسسي المدرسه الفندويه بالعراق، ما حدا بيعرف قليل لا بيعرفوها اوكي. وكنت انزل كل يوم. ايه بالبوشيه عقار غالي منه رخيص. ايه, اه ايه. انا اشتريته ب 67000 دولار. اه اليوم اكيد اكثر. اليوم بيسوى شو؟ 700 800000. ألف ايه يلا ان شاء الله على طول بيصير يسوى اكثر كمان. ميرسي. بتعملها وبتقتحم مصرف اليوم؟ لا ما بتقتحم. شو استسلمت؟ مش استسلمت. لانه هيدا شيء اه ما في امل. يعني انت بدك تفوت لتسرق مصرف مش حتقدر تسرق مصرف بك تتشابك انت والقوى الامنيه يعني نتيجه وتتبهدل. نتيجه نتيجه اكثر من ما هي بهدل اللي بيقتحم مصرف تعتبره مجرم ولا لا. بطل؟ انا بعده بطل. أنا وانا ايدتهم وانا كل واحد بيفوت على على مصرف ويقدر ياخذ مصرياته وانا بحييه طيب اول على التلفزيون كانت سنه ال 95 على يد المخرج شرب الخليل مزبوط شو كانت وقت المناسبه؟ كيف شم فيك ريحه كوميديا او شيء؟ شو كانت وقت القصه؟ آه هلا شرب الخليل كمخرج، مخرج جديد طالع وكذا وحبب يعمل شيء، بده يعمل برنامج على التلفزيون لايف، مطبخ لايف، كوكينج لايف. وين بده يجي؟ اجى طيب. على المدرسة الفندقية الأم مزبوط ما في غيرك كان يعني. مزبوط اجى، فات سأل شفناه شوي قصير كان هو يعني ما اقترسنا له بالأول قاعدين هيك بالمكتب عم نشتغل له واحد يطلع معي على التلفزيون، أي. قلت له بروم شوف أنا قلت له بروم شوف مين يطلع معك قال لي طب يعني بدي واحد مزبوط يطلع معي يطبخ على التلفزيون لايف هي. قلت له يا خي روح بروم لقيت حدا يطلع معك يطلع ما لقيت رجع لعندي بحكي انا وياك هيك حديث هي. كنا ثلاث اساتذه بالمره من معي ما حدا يعني راح برم برمته دليته كيف انا يبرم في اساتذه عم تعلم يعني ما لقى هشام ما تتصور انه واحد يطلع لايف بده يطلع لايف قدام ملايين من العيال يحكي طبخ طبخ ويقول لهم للعالم شو بدكن آه. انا جاهز لجوابكن وبعدين اللي حافظ الوصفات يا خيي برافو عليك كل في وصفات حافظها؟ ابدا هي الملك هيك بدك تكون ملك بمصلحتك والا ليش انا قلت اجى لعندي قال لي يا خيي اوكي ما لقيت حدا قلت له ليك اذا ما لقيت حدا وحابب اخذ اعطي انا وياك لانه ما بحبش اخذ واعطي آه. كثير انا بدك تحسمها بدك بدك تنطرني أربعة اشهر ايه وقف هيك هو هلا اخذها بسجاجه هو اه قال لي طيب ليش اشهر؟ مش جمعة الجاي. اه قلت له لكون صريح معك انا متمكن من مهنتي بس الحلو العربي من اخواننا البحصلي والصمدي اه وكل ناس مشهورين بالحلو العربي ما بيعلموا المهنه ولا موجوده بمدرسه فندقيه بالعالم اوف بالعالم اه بتعتبره هو اشطر ناس البيارتي اهل بيروت واهل طرابلس واهل يلي هن بيشتغلوا هني الشاطرين مزبوط انا بس اجي بدي اطلع على التيفي بدي يجيني اسئله منهم اوف كيف بدي جاوب ما بعرف فرحت عملت شو عملت رحت عملت دوره عندن؟ لا انا عندي شخص انا عندي معمل خياطه كمان بالسد الوشري للمطاعم والاوتيلات زملائي بس كنت ودي يخيط لي شخص هو ومرته وولاده باللادة يقول لي جاري بيشتغل عند الحلاب اوكي قمت قصدته رحت لعنده قلت له خيي انا بدي واحد معلم شاطر يعلمني اي ايتهم طلعوا معي 63 صنف اوف حلو عربي بدي اتعلمه مزبوط رحنا فتنا لعنده سقونا شاي شربنا شاي القصة الحلوة ايه وهي عم بحكيك عنا يعني بال 95 او 94 ونص قعدنا حكيت قلت له خيبك تعلمني شو بدك على الصنف بس مش انت تعلم الصنف لانه انا مآمن انه اذا انت ما حضرته بايدك ما بتحفظه مزبوط بدك تحضره بايدك لتحفظه لا أكيد لانه هلا بخبرك قصه صايره معي بالفندقيه اوكي انا ومعلم تلاميذ المعهد بدي تعلمني الصنف ارجع انا حضره مرتين ثاني جمعه اوكي حضره معك وشو شو بدك علي؟ قال لي الصنف بدي علي 50 دولار اوف طلب قلت له انا جاهز وبلشنا خلصتهم اتصلت بشربل قلت له انا انا سرجيت بس هو كان على طول يضل يتصل مش عمي... هيك انت ما بتقبل الا تكون ملك وبتعرف كل شيء ايه. طيب ليه ليه ضليتك تلفزيون لبنان؟ ليه ما قبلت ولا عرض بالمحطه ثانيه؟ مظبوط ليه؟ اه... مع انه تلقيت عروض اعلى من تلفزيون لبنان؟ اجاني كثير عروض تلفزيون المستقبل ذكرته عرض من رئيس الشهيد رفيق الحريري هذا قبل تلفزيون لبنان هذا قبل؟ ايه اوكي بعد تلفزيون لبنان؟ هذا كنت بالتلفزيون اذا بتسمع فيه هي هي تي في هي تي في تلفزيون المرأة العربية مش هيك اسم. هيك شيء ايه إيه. ايه طب طب, طب وين بعد بعد ما صرت تلفزيون لبنان ليه ضليتك ما اجاك عروض؟ اجاني عروض انا ما الي عين انا أه بحب الزماله يعني اذا كنت انا عم بشتغل معهم بالتي لا بيقولوا لي اي ضيف تجيبه معك أه عاطيني الحريه اللي بدي اياها اذا شو مره غبت ما بيقولوا شيء ما اش الي عين دشر كرمال مصاري مم. اعتبرت انه المصاري مش كل شيء وما يكثر خير الله عم يطلع كان مصاري وماشي حالي بالفندقية وماشي الحال قلنا مش كل شيء مصاري وكثر خير على الله وفضلت الوفاء على المصاري مظبوط طيب شيف انطوان انت معلق كنت بالوالدة الله يرحمها هي اول استاذ الطبخ بحياتك شاطرة هالقد كانت فيها كانت شو الطبخه اللي اليوم بتشم فيها ريحه امك كانت تعملنا قطوه على خوخ اوف هذا انت معلمه شي مره ما انك معلمه ليه لا ما بدي اتذكر امي وات... وتاثر انا عم اشتغل اوف كان يطلع عنا خوخ ايه؟ شاطره اتمنى شاطره هالخوخ اللي زيد عنا يكتر تعمل منه تجيبه تصفيه شوفه أوكي. أنا تطحنه وتحطه على صواني وتصير تطلعهم على الشمس ومنهم تطبخهم وتعملنا منهم جاتو لا اطيب من هيك وهلا ما تعبتوا بحياتك ما عشت بس تعملوا بالبيت طيب وما عملتوها بالبيت يا هالقد حافظوا انا وقت جمت. ماتت امي ضليت على 40 يوم مقصر ولحتى اطلع البرنامج اطلع قص من عني ضليت اول جمعه ما طلعتها كليا ما قدرت ما قدرت هالقد الله يرحمها آه، مع, مع 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 انك هالقد ب... ب... عندك احترام للوالد وهيك بس ما توفقت بمره مثل والدتك لا مرتين زو عندك زواجين مزبوط عندك زوجين ز... زواجين ما توفقت منهم اخر اخر زواج خلص حكيت عنه كمان على التلفزيون حكي خلص بمشاكل يعني وطلعت عليك اشاعات آه، قالت عنك بخير صور سربت لك فيديو وهي اللي سربت فيديو الحاويه لل... هي وعشيقه هي وعشيقه كلفت عشيقه يصور انه انت شو عم تشيل كنت من ال... من حاويه النفايات هشام أيه؟ اول شيء شو هو معيار البخل؟ هل له معيار؟ لا هل أزلق... كل واحد في واحد يكون طميع ما... بالنسبه له كله بخيل هل اذا لقيت جبت مصاري 2000 دولار كل يوم تعطيها لمرتك هذا معناتها مش بخيل الواحد؟ واذا كل يوم اعطيتها مئة دولار تصرف على قدها أيه. هذا بيكون بخل؟ كل واحد عنده وجهه نظره حسب, حسب شبع الانسان اللي بوجهك اصبح في معيار مم. ما له معيار أيه؟ وقت وصلت ايام مرتي تفوت على المحل وفي كثير بيعرفوها محلات الزلقه والجديده شو جاي من هالموديل تاخذ السري كله سبع الوان ولهلا عندي بعد منهم مين بيعملها هاي ما حدا الا الا البطران برافو البطر هيدا اه. البطر برافو على الكلمه اه. هيدا البطران والبطر اه. وقت بتوصل للمرحله لهون يعني وحده مش شبعان عند اهلها اه. اه. عطيتها مصاري كثير ما عادش تهدد اه. بطرت وقت وصلت لحد هون وقفت لها شديت عليها قالت عنك بخيل برافو عليك اه. طيب شو قصه حاويه النفايات انا عندي لليوم جيش بالجبل اوكي وعندي ارانب اه بالتعمين. وعندي حمام اوكي وانا بيض من السوق ما باكل اوكي لانه بحطوا له هرمونات للدجاج وبيطعموها اوكي لحتى الدجاج قليل باكل باكل لحمه اكثر او حبوب اوكي يعني بنتبه لحالي دارس تغذيه انا أوكي. بالاضافه اوكي لشيف مطبخ انا دارس نيوتريشن نعم بعرف بهالاشياء انا على طول باكل بيض بلدي هلا انا آه قالوا حاوية النفايات مزبوطة بس حاوية النفايات وين موجودة؟ موجودة في سوق الخضرة اه عم تاخد قشر الخضرة؟ لا أنا كنت أمره وشوف شو في خضرة أوقات اشتري شي رخيص أوقات أخذ شي ببلاش لقيت على وحدة نفايات فقال عش صناديق جزر اوكي قلت هولي توب هولي توب للأرانب وللدني شلت ثلاثة منهم صورتك حطتهم صوروني ونزلوها وقالوا أنت عم تفتش طب أنا هل عندي مطعم انتبه وعم جيب الجزر لتعمل العالم لا عندك ما اذا واحد هبيلي بتقول له الشيف انطوان عم يجيب جزر ليطبخوا ببيته، معقول يجيب ثلاث صناديق جزر مزبوط لياكل شغ... نص كيلو جزر؟ في شيء مش منطق يعني طيب شيف معقول تعمل ثالثة وهلا بعدني عم روح انتبه بده يصور يصور مثل اجري معقول معقول تتجوز ثالث مرة؟ ما حدا بيعرف معود كنت ثالثه سابتي هالمره ما حدا بيعرف طب فقدت ثقتك بالنساء مزبوط اه فقدت ثقتك بالنساء نعم طب انت اليوم عم تقولي انا فقدت ثقتي بالنساء وانت جمهورك 90% منهم نساء لا. ب... انت, معبود شي. شي شي. انت معبود النساء هيدي الناس شي وهي شيء انت معبود النساء هيدي سقة الناس شيء والجهاز تاني ثاني انا بحب كل الستات وكل الشباب وكل الرجال يلي هن بيحضروا برنامجي وم... ومتواضع مع الكل انا ما بيقشع حالي انا عم بحضر ايام بشوفهم قد ما بيخافوا عليك مره انت مبح صوتك جنة النسوان جنة العالم عن يعني جد جنة هول النسوان اللي بدقوا اول شي ليش ليش مبح صوتك هالقد فترة طويلة كثير شو كان زرت لحد... سبع اطباء نعم ولحد هلا ما حدا نعرف من شو انا بقول من الطعم الثالث تبع الكورونا انا بقول اوف راحت؟ راحت بس بتحس كانه بعد في منه لا, لا. اه راحت هاي صوتي مبحوح شوي يعني. اه أصلا في بحا بحها؟ اوكي ولكن فترة راح راح بالمرة أيه. وشوف حكيمي اللي ما شي. م... في شيء، شوف حكيم ثاني، ما... طيب شو الدواء ما في دواء كورتيزون ما اعطوك جربت اعطوني واحد كورتيزون ما زبط كثير وبعدين راح لحاله؟ راح لحاله اف شو صار قلت من طعم لانه زلعيمي كل ما اروح لعند حكيمي يقول لي زلعيمك مثل شاب عمره 20 سنه ما فيهم شيء، انا ما بدخن ولا بأرجع وفصاتك منيح كلهم دائما كل كل شيء فصاتك اصلا بيك كنت خايف من السرطان؟ لا ما بخاف من كنت كنت وقتها صار هذا خفت من صار خفت كل ايه شيء؟ خفت لانه في عندنا جارنا ايه بالضيعه حد منا بيشتغل بالالمنيوم وكنت اعطيه الالمنيوم ليشتغل لفيلتي راح صوته راح صوته صرت له شو بك يا كمال حرام كمال هو الله يرحمه يقول لي انا عم بشرب من ميه المرج يمكن ميه المرج غيرتني الصوت معه ما عرفنا ننزل على المستشفى عمل عمليه, حلو عمليه حلو نزلنا شقين على فيش ثلاث شهور توفى يا حرام طلع سرطان سرطان بالحنجره اوف لا سلامه قلبك ايه؟ شر عن قلبك فزعت ساعتها اكون هيك يعني بس الوالد عندك الوالد عاش 105 سنين 105 سنين نعم بتحب تعيش هالقد؟ إيه ليش لا؟ بتحب تعيش اهم شي الانسان انه يعيش أه طالما بعض بيلبق له بيقولوا برافو اخواننا دروز بيقولوا طالما بعض بيلبق له برافو هاي الكلمه ما أه دام بيلبق له العيشه يعيش وانت بإنت بإنت انت انت مخاوي انت جيرانك 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 نعم يعني هيدي اخذها منهم أه نعم طيب اليوم عم تطلع على السوشيال ميديا شاف انطوان وانت استاذ انت استاذ ومدير الفندقيه، لو بالسوشيال ميديا في كثير عالم تطبخ نعم اليوم الطبخ على السوشيال ميديا يعني يجتاح السوشيال ميديا، اجانب ولبنانيين وعرب وكل شيء، كم واحد من هول اليوم اللي على السوشيال ميديا بيسقطوا اذا بيجوا لعندك؟ بضل منهم 3% 3% الباقي كله بيسقط؟ كله كله كذب، كله تيك توك كذب اف كله سحر عم يعملوا كله خزعبلات ومثل السحر وبيصيروا يهزوا هيك ويلعبوا بالشوطات بس لا تيجي للحقيقة للطبخ ما في شيء خرافي كله خرافة طيب اه انت ليه ما كنت ليه ما انك على السوشيال ميديا؟ مش ضروري مم. كم تلميذ مرق تحت ايدك بالفندقية وصار مشهور بعدين؟ اه في كم مشهور؟ ايه؟ يعني بدك تقول بالالافات مثل مين يعني؟ تيني شيف واحد كان تحت ايدك الشيف جورج بفينيسيا، فينيسيا الشيف الاول اوكي هو تلميذي تلميذة متروبوليتا انفتح كلهم تلاميذة اوف كل شفية لبنان رحت على الخليج على قلت لك بدبي كل ما نبرم على اوتيل يطلع على اوتيل في سبعه ثمان من تلاميذي مستلمين اهم المراكز اوف انا ثاني سنه ما ما اشتغلت بايدي بالتصوير ابدا تلاميذي ساعدوني شغل شغلات دغري طيب من بقى غير الطبخ انت عرفت بسليبرتي دواس ديول مشاهير طيب كيف توصف هاي التجربه؟ كثير منيحه بعد على اليوم بيطلبوا منك عالم تغني هلا انا صوتي مش حلو ايه. اخر واحد بالغنى اخر واحد اخر واحد طب ليش ليش كانت ليش العالم حبتك مع انه لا صوت ووقتها ولا لعد... انطوان بس بحبوا لو شو ما عمل طلته بيعرفوه على حقيقته انه صادق انا صادق بمعاملتي طبعا هاي كثير منيح يعني عرفت اليوم من الترم بدي اجي لعندك انا ايه. قلت الترم خلص عالترم بيجي عالترم ما بيقدر بيجي بكذب ليش بعرف حالي يا ساعه بدي اوصل هذا موديلي طيب اليوم اذا قلت لك سكر محلي محطوط على كريمه بتعرفها للغنية؟ ما ما بتعرفها ما خصني بالاغاني ما خصك بالاغاني اذا بدك تجيب الاغاني لعندي مين بس شي أنا... مين شي وحده بينطبق عليها سكر محلي محطوط على كريمه؟ سميلي مره ما انت بتعرفهم اكثر <تصفيق> يا <تصفيق> انت اللي بتعرفهم انا قدام <applause> بتعرفهم بالنسوان انا قدامك ماشي مريم فارس مريم فارس خلينا ناخذ اول بريك بحلقه الليله مطلوب منك عن جد من بعد البريك شاب انطوان الك ابو الناج بعد بريك المزح نصه جد حلقة شيف أنطوان إذا ما حضرتوها لايك أند سبسكرايب على تشانل يوتيوب قناة الآن وبتعملوا بترجعوا بتحضروها من أول والجديد هلا فقرة مطلوب منك عن جد هذا فيها شوية مزح بس فيها كمان شوية طلبات نطلبهم منك مطلوب منك عن جد أبو الناج هلا عادة نحن بهيدي الفقرة في حال ما جاوب الضيف على الأسئلة بده يعمل تحدي بس أنت ما في شيء بتخاف منه وما في شيء أكلة ما بتاكلها، ما في أكلة ما بتاكلها وما في شيء بتخاف منه أنا ببرنامج باسم ياخور أيه؟ اللي اسمه أكلناها مزبوط اخترعت لهم 545 أكلة ما بيتاكل ما بيتاكلوا بس ما بيضروا ما بيضروا بينزعج اللي بياكل منهم بس ما بيضروا بس ما بيضروا يعني هني خليط أشياء دوقتهم خلطتهم بأشياء على مر على حامض شيء يزعج الشخص اف اف يعني يزعجه بالطعم دغري لو شافها حتى لو مشروب عم ما في ولا اكله ما بتاكلها كل الاكل بيب. ولا اكله ولا اكل يعني مثلا بتاكل توتيا ايه هل... بياكل شلو. تاكل مثلا شو بعرفني آه آه بيض غنم تاكل دفاضي اطيب شيء دفاضي بالزيت بالزيت بز... قليل ما بتحبه مش ما, ما بحبه البزيق شو أقل أكلة بتك... بتحبها؟ برغل بالبنادوره ما بتحبها؟ مش كثير مع طيبة إيه بعرف بتحب تعملها ناشفة ولا مع شاب بندورة؟ لا مع شاب بندورة أنا بحبها ناشفة آه مع ربع الحل إيه؟, إيه إيه, أنت ما بتحبها كثير؟ مش كثير يعني مش مفضل عندي إيه؟ بفت... بس كل الأكل بياكلوه شرط إنه يكون نظيف الأكل أنت مشكلتك النظافة أبداً كثير منيح كثير مثلا البزيق ليش بطلت آكله؟ لأني... مثلا بينعزموا رحت مرة عند عاملين قلت لهم يا عمي مصومين ولا صار لهم جمعه صايمين بلشنا ناكل ثاني وحده وقفت خلص أه شو شو بكونوا؟ مش صايمين مضبوط الرمل بعرو فيه فيهم الرمل والتراب ما بيغسلوهم؟ قلت لحدا ما انتبه شوي لو غسلوهم غسلوهم بدون قاعده اوكي بدك تغسله عن طريق زكا قل كيف يعني انا مره حكيت على التي في من 15 سنه نهاد موس الله يرحمه كان المدير السابق للفندقيه وهيدا المجزرم والمخضرم بالمهنه الفندقيه كان اوكي قال لي بس كيف اجت على بالك نحن كل شيء عاملين صوم بالزاق لانه صوم البزاق اذا حطيته بقفص او حطيته بتنكي او حطيته بكيس بصل اذا مش الصبح والظهر وعشيه تكب عليه مي ما صام مزبوط أوف. من جوعه بياكل من خراه اوف شو لك ما هالبزاقه الفوقانيه بتكون نزلت خراها اجت الثاني جاهني اكلتها على الهواء بدي اقول لك اياها يعني. يا لطيف من هون بقول في نظافه وفي علم أوف. 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 لازم واحد ينتبه مزبوط، اذا صومته للبزاق ثلاث ايام كافي مش 10 ايام وكانه مصام اوكي لكن تفضلوا خلينا نقول شو التحدي تفضل تفضل بيض مش نظيف مش بلدي ومنه مغسلينه وبعده تراب بقلبه في حال ما جاوبت شو بدك, بدك مقلين هنقلي بيض بدك تفقش نايم ما بتاكل ناي مين بياكل بيض بتسمم ايه ما بياكل بيض بلدي ما بياكل نايم ما بتاكل برشت برشت بياكل طيب بس بياد. برشت بياكل شرط انه الزلال كله يكون صار بياض اه اوكي الصفار بس الصفار رخو الصفار رخو طيب شاف انطوان رتب لي الشفيه من الاشطر للاضعف تفضل عيب من هالسؤال كلهم شاطرين كل الاسئله هيك كلهم شاطرين رح نقول من الاشطر للاقل شطاره بس شاف ريشار خوري شاف شادي زيتوني شاف رمزي شويري انت اكبر منهم كلهم وانت و... شيخ الكار مثل ما بيقولوا كل العالم بتعترف لك انك شيخ الكار هلا شاف زيتوني شاطر بالتليانه بس انا صريح أوكي. بعترف له شاطر بالتليانه بغير شيء بالشاطر هلا اذا بتمشي للاوائل اول رمزي الثاني ريشار الثالث شادي شاف شادي اوف حالات صريح زي طيب. ريشار شاطر بشو شاطر اكثر شيء؟ بي... شاطر بكل تلميذي بالحلو تلميذي ريشار بالحلو؟ بكل شيء اوكي وشاف رمزي؟ شاطر بكل شيء ومدعوك اكثر بتقول عنه استاذ؟ ايه استاذ هو مدير بالفندقيه فوق كفاءات لهم صديق لك؟ ايه صديق كلهم اصدقائي صديق وريشار صديق وشادي صديق اوكي مين بتعتبره فاشل بالطبخ من بين السوشيال ميديا فيجرز التاليه اسمائهم؟ رتب لي يوم من الاشطر سوري من الافشل للاقل فشلا دكتور فود شيف بوراك شيف نصرت شيف نصرت شيف بوراك آه لا شيف فود وشيف بوراك الافشل نصرت ايه الافشل نص افشل من دكتور فود ليه لانه الدكتور فود بفت على شغلات يعني بتتقبل الواقع اوكي شيف نصرت بالخيال اوقات ماشي يعني خبرني اكثر معلي فسر لي شو وجهه نظرك يعني أزبط يعني ماشي بالخيال اكثر كله بالحكي بالنظر اه بالفانتازيا يعني بالف... ايه بالنظر ما, إيه؟ ما بتحس انه في طبخ اساسي ما في طبخ اساسي في رشه ملح في بلا طعمه طب شف طب اليوم دكتور فود مثلا من يومين عامل شايل وحده مرتدلة فتحها وعملها روستو شاويها وعملها روست شو بدها يعني؟ لا ما... انه معقول هيك شيء؟ ما المرتديلا هي روستو ايه ما برافو ما هي مسخنه اوريدي هي روستو على سلق ايه؟ هديك روستو على تحمير اوكي هي العلم يلي بيجاوبك عليه اوكي اثنيناتهم مطبوخين واثنيناتهم بيتاكلوا هلا عم يعمل ابداع انه انا شبت المرتديلا شو رايك بابداع دكتور فود؟ ما بنقول لك جاب المرتديلا حمرها شوي انه عملها روستو شو عمل؟ ما عمل شيء اه حط اجاها شويه هواء من برا بس بعدها اخذ شكلها روستو اكيد المرتديلا والمرتديلا بتاكلها سندويشات مطبوخه خالص طيب سؤال في ناس بيقولوا انه بيعرفهم انت دكتور فود بيعرفك شيء ولا ما عندك ما, ش... ما, ما بتعرف انت ما بعرف لانه في شيء اوقات بي... طيب تساوي شيف انطوان هلا انت في ناس بده يقولوا رب قائلا يعني عم بيحضر بيقول طب هول يا شاف انطوان انت مش عاجبينك عم بيعملوا مصاري إيه. كثير بيعملوا مصاري كلهم عندهم ملايين من الهيدا لو ما عندهم شيء يعني نصرت معه مليارات صار وبوراك كمان ودكتور فود مش انا بوراك بعت وراي لروح اعمل جمعتين معه بتركيا ما رحت ما رحت ليه ما بيعجبك بوراك كمان كله سوشيال ميديا كله تصوير منه حقيقي اه هيك برايك هيك وبعدين الطبخ بكميات كبيره بشهيك؟ مش مش بالعكس بشهي اكثر اوقات بتعطي انه جات كبير للولايم والحفلات والاشياء هيدي ولكن كله تمثيل كله تمثيل <applause> مين زعلت؟ مين اكثر واحد زعلت منه لما قلدك؟ من بين؟ هيك طوني ابو جوده نادي ابو شبكه جنات زين الدين وإلي الراعي نادي نادي ليه؟ لأنه عملها بشكل فلجار أوكي ولحتى مش لإلي بس لحتى المرحوم سيمون أسمر كمان عمل هيك أوكي يعني حلو الواحد يقلد بطريقة ناعمة بطريقة حلوة بتنبسط منه م. بس وقت تعمل شيء زيادة يعني اللزوم وشيء تفضيع لا مش حلو هيك طيب خلينا نقول ونكون صريحين اليوم انه هو الاربع علدوك وبرنامج برنامج شرب الخليل ببعض المطارح كمان تناولك ايش انا 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 تناولتك ببرنامجي كذا مره صدرك رحب ولا بتزعل لا صدري رحب صدرك رحب بس بالشيء زياده عن اللزوم اي متى بتقول هيدا زياده عن اللزوم وقت اللي اوقات بيزيد الشيء عن حده زياده كثير ولا مره بتحسي برا بالاهانه عم اقول لك وقت النادي نادي, نادي وكانوا لحتى الام تي في طلبوا مني انه بيحكوا معي مقبل. وهو يحكي رفضت رجعت ما رديت عليهم ما رفض ما قبلت لانه يعني مثل ايه هيني صارت اوكي ولا حتى بس شفته معك طلع معك ما سالت قلت مش خارج هشام هذا اه خليه يجيب من الضيعه الدرزيه احسن اه اه خربطنا سهام سهام خربطنا طيب مطلوب منك تختار الاغنيه الاحلى بالنسبه لك حبك سفاح حبك مانجا وتفاح ولا بلا حب وبلا بطيخ لفارس كرم؟ بلا حب وبلا بطيخ بلا حب وبلا بطيخ؟ م... ولا ما مقصر تقولها لا امم طيب الحب ولا كيف الانسان في يعيش بلا حب؟ انتبه طيب. الانسان على طول بحب اوكي بتحب خيك اه بتحب الورده بتحب البيض بتحب الاكل آه بتحب الشعر بتحب الموسيقى بتحب صديقك بتحب القهوه الصبر بتحب النسكافيه وفي حب الغرام اوكي هلا حب الغرام موقف حب الغرام موقف وانت احكي حبيب حبيب بعجبك اه و... ابني <applause> ليش لا بس انا وفي انتبه كم كم علاقه بحياتك عامل؟ لا مش كتار وفي ما بتخبص ما بخبص طب هلا انت واعزب متعدد العلاقات؟ لا ما بتظهر قليل هلا اني من بعد ما طلقت يعني يعني هيك عم بتعرف على حدا انا خفيف يعني على الخفيف يعني ما في شي بعد على الخفيف طيب مين اكتر وحده يعني بين بين الصور اللي راح يمرقوا معنا قول اكثر وحده دم عسل لاقل وحده دم عسل خفيفه الدم بونيتا سعاده امل طالب ارز الشدياء تيتا لطيفه ارزة اقل وحده اقل لا اكثر وحده اكثر وحده من بعدها بونيتا ايه مين فاو امل طالب أم... امل طالب وتيتا لطيفه تيتا لطيفه ما بتلاقيها خفيفه الدم بتزيدها اوقات بتزيدها هي منا هي منا الشافي منا الشاف اوكي خبرني بس هي كمقدمه شاطره انتبه ايه بس اوقات بتلاقي حالها ما عندها دور بتصير تزيد الحكي هي ذاتها اوكي هيدي العمليه بتصير تلاقي بتصير تزيد بتلاقي تغطي الحكي هي ذاتها بتصير تعيد ذاته اوكي اوكي انت برايك بتجربتها كلها كبرنامج طبخ كيف كان؟ لا ناجح ناجح نجح. نجح. في ناس ش... حضروها مم. في ناس حضروها طب الطبخ وفي بعض اللي بعض الضيوف أيه. اجوا عملوا اكلات حلوه اوكي وبعض الضيوف تحرص على, على انه تتابعها كنت؟ لا هيك اذا كنت عند حدا حاططها او شيء لا اوكي اساسا ما بتابع انا برامج طبخ اوكي آه في ناس طبخ في طبخ طلع من برنامج تيتا لطيفي كان طبخ منيح ايه وفي اشياء طلعت ما بتسوى ايه ما خص تيتا لطيفي هون ايه خص ضيوفها خص ضيوفها هن اللي عم يجوا هن, ايه؟ هن اللي عم يطبخوا يا بيطبخوا بشكل منيح يا بيطبخوا بشكل شنطة ما هو انا كنت بهيدي الفتره بعدني بالاو تي في كان وقتها بما انه انت ما قبلت تجي صاروا بدهم يجيبوا حدا ما يقدروا لانه بيعرفوا انه ما حدا كان بيقدر ينافس شيف انطوان كطباخ فجابوا مقدم يكون معه ناس بيطبخوا لقوا انه اهضم كاركتير هو كاركتير التيتا كار... اللي بيعطي اذا بدك نوع من لطافه لطافه الاكل والمطبخ ايه لانه اذا ستك عم تطبخ انت بي... انت بتعمل العلاقه تنبسط تنبسط انه في ست عم تيتا عم تشتغل تحس انه بتطبخ التيتا يعني لا مزبوط يعني ايه طب يعني. طيب عشان هيك طيب هلا من وحي الاكل ومكونات المطبخ اسئله سريعه رح كون منك تعطينا اسم فنان او سياسي او اعلامي بينطبق عليه المثل اكثر فنانه بتشبهها بالقشطه الكيك بعمل الكي لا بين هولي ميريا سيرين عبد النور هيفا وهبي. هيفا هيفا قشطه هيفا، بس قلت الكيك باميلا يعني. بابيلا هلأ بتحبها؟ لا شاطرة بتقديمها، برافو عليها. اه. أنا أول ما أعطيت، بدون ما أعطيك أسامي دغري قلت لي بابيلا، كأنها براسك. لا ما أنا بتحب ده. الشقر؟ مش عادية الشقر، الهضم بحبها. أوكي، بس مين بتحب الشقر أكثر ولا السمر؟ لا الشقر. مين أزنخ من البيضة النية؟ البيضة النية. ما في، بدي اسم. ما في، البيضة هي أزنخ شيء. ما عندك، ما عندك حدا بتلاقيه زنيخ؟ <applause> رياض سلامة؟ يا سلام المصاري ايه طيب مين شاق كب... ابو شابكي روح نادي تبحش. اوكي مين كبران الخس براسه كمان وقت ندي <تصفيق> كمان <تصفيق> كله نادي ما صدق حلو هو ليك انتبه طيب. اوقات في اشخاص بيطلع عليهم طابع حلو بشغله بيقدموها بينجحوا فيها مزبوط انا كنت حبه لنادي امتي وقت اللي يقوم بيحكي عن مرته وطريقه وكيف اشتغلوا وكيف جاره وكيف كا. كتير كثير يعني بيسردهم بتنبسط كان ناجح كثير كان ناجح وبتابع هالشغلات حبيته بس وقت اللي اجى اخذ غير شغله مش شغلته وبدي يقلد اشخاص مش ظابطه لا معه مش ظابطه بالعكس كرهته الناس مين بيستاهل ينرمى بالبندوره المهتريه؟ بدك المزبوط فياض وزير الطاقه وليد فياض مين عب... ليه لانه من وراء قصه الكهرباء طب هيني طيب. انتبه كان على الاشتراك بيعرف حاله كل شهر بيدفع 3 ملايين مليونين 3 ملايين بس جاي الكهرباء عنده بالقليل ساعه 16 ايه. ساعه 16 ساعه 17 ساعه راح هو قال ضحك علينا بده يجيب لنا اياها 10 11 ساعه جابها ساعتين هلا واخذ 5 مليون والبلديات كلها بتكون مدوره البلديات ايه. كل كيف بدها تمر عمليات اللي بالنهار مشعشعه أيه. وبياخذ منك 4 و5 مليون كيف يعني هذا؟ ايه. طيب كيف؟ طفي وخليك على الموتور لا اضربه بالبنادورة <applause> لا انا عم بلغي الساعات هلا كل بلغي الساعات بلشت الغيها مين عبالك بالك تفرمه فرم؟ ما حدا مين مين ما فيك تهضمه؟ السياسيين يلي بيطلعوا بيقولوا لنا شيء وجواتهم شيء ثاني مين بس السؤال اكثرهم اكثرهم مين بتقول له خنت الخبز والملح؟ ما في حدا يلي بفل بيريح في كثير عالم فلوا من حياتك؟ بفله ولا واحد وانا ب... انا ما بكترث ولا بسال عنه انت خلص بفل ما بتسال عنه مم. مين بتحسه بيزيد ملح وبهار كثير على تصريحاته كله اكثر السياسية هيك كلهم اكثر اكثر طيب يلا حطوا ملح وبهار عم تمزح اكيد اخر فقره من بعد البريك ابو الناز. <applause> فقرة بحلقة الليلة عم تمزح أكيد أبو الناج أوكي أول تحدي في تحديات عم تمز... بدك تعملها بخيرك بين تحديين أوكي يا أما بتعملون يا أما منروح للبيت يلا أول تحدي شاف أنطوان في معنا ضيف تفضلوا يا أما بتقلي عن اسم سياسي نافش ريشه عليك يا أما بدك طلقت افتح بعده بعده حطه بالنص بدك تفتح هاي وتلحقه طلقت لنا اياه ما بتسمينا سياسه؟ سياسه يا بتسمي سياسه يا اما بتفتح هيدا اللي اسمه وبطلقت ال ما. ما تفوتني بالسياسه يلا لكان كمشتوا دغري ما لحق يركض قديشك معلم؟ بكل شيء معلم بيعجبك ما بتخاف منه؟ ما بينقض؟ بلا بس وقت بتحلمس له هيك خلص اف مع انه ديك مش دجاجة يعني لك كيف كاش انا عارف انه انا ما بدي اذي ما كل شيء بيفهم لك شو قوي <applause> ايه <applause> تفضلوا جايز بده يطلع بدك خلص اخذه بدك تقله يلا خلص مش الحال مرسي قد <applause> سريع ايش شعرك انه في بقلبه ديك دغري فتحته شلته لا بده يكون في شيء يعني ما نقصك انا ما بخاف من شيء انا قتلت ثلاث حيات. حيات كل حي مترين ونص الضيعان كيف؟ وحده واحدة وحده ويس وكانت ربطت لي اوكي هالتخن عمرها 60 سنه اذا بدك فرجيكي هون على السرير بس نخلص الحلقه اوكي وحده ثانيه سودا مترين ونص تقريبا لا رح نحط صورهم هلا بتعطينا صورهم نت... اذا فيك فينا نحطها على الهواء إيه؟ اذا فيك اوكي وحده ثالثه بالعصايه يا لطيف المورينا شبقتها اوف وكانت اكلت لي اربع ارانب وصوص مبينين ببطنة اوف آه. ما بتخاف من الحية؟ انتبه طيب بالاول كنت خاف ايه بس توصال نهار وقت بتكون الحية ببيتك اوكي بدك تقول يا قاتل او مقتول اوف هالقد ابدا هيدي فيها سم؟ اكيد فيها مش مش انه حنش بلا سم بدك تستفرس اوكي وبتاخذ القرار الحكيم انه بدك تقتلها اوكي لانه تفل بسلام هي مش رح تفل بسلام هون بدك تكون اقوى منها لتقتلها وتكون عندك الحكمه بس هي اسرع منك آه مش اسرع اذا انت كنت ذكي منها اسرع منك مم. وهي هي خفانه اكثر من انت خفان اوكي ثاني تحدي يا اما بتسمي لنا اسم مطرب او مطربه ما فيك تسمع صوتهم ما بتقدر تسمع صوتهم يا اما أم بتسمعنا اغنيتك الشهيره فرموني 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 <applause> يلا يلا مع البرغل كبوني وبنادورة دورا بيتي مع حامد ليموني فروموني فرموني بعدك حفظها؟ اوام شو لك ما بينسانا. اف عندي ذاكره قد صار عمر اغنيه بس؟ عمرها من سنه 13 14 يعني صار عمرها تقريبا شي تسع سنين ايه ومش مغنيه بقى ومش مغنيه، انت غنيتها معنا يمكن بشي برنامج وما عاد غنيتها مزبوط شو غني... شو يعني بندوره بيتي دي؟ برافو، بالعلم الفندقي ايه في تقطيعه اسمها بيتي دي وشو هي هاي؟ هي انه تقطع البندوره قد الطاوله اوف ايه اسمها بيتي دي اسمها بيتي دي، ب... اه بيتي دي يعني مثل الزهر مثل الزهر اه دي ايه اوف بس مين كتب كلماتها هيدي الغنية انت؟ لا لانه بتيدي دي مين جاب هال لل... مزبوط شخص من الام تي في من هون بيفهم بالبتيدي دي؟ بيفهم وسالني شوي شغلات وهو كتبها وهو قعد فروموني فروموني عالبرغل كبوني وبنادورا بيتي دي مع حامد ليموني قالت شوية طيب كلمة تحدي اوكي أه مطلوب منك تتغزل اوكي انا حاعطيك كلمات الغزل اوكي بوحده من هول الثلاثه نقي مين واتغزل فيهم انا بعطيك كلمات الغزل اوكي مين بدك تغزل خلينا على هيفا شو بدنا هيفا بلش من هون هو ثلاثه غزل ورح اعمل لك ريفيرب يعني رح اعمل لك كانه عم تقول شعر انت عيوني يا, يا أي... عيوني شو حلوة طلع فيها حلوي من القشطة والعسل يا عيوني شو بتغوي بدلالك بينضرب المثل قومي تنطبق هالطبخة ونعملها بلا زنخة نحط لها مواد قطرية <applause> جاعد ليها من هون جاعد ليها قومي أعطيني قومي تنطبق قومي تنطبق تنتب... هالطبخة ونعملها بلا زنخة نشويها سوا على الحطب جرة غاز أغلى من الذهب كفة يا عيوني شو حلوه يا عيوني شو حلوه احلى من القشطه والعسل يا عيوني شو بتغوي بدلالك بيضرب المثل قومي تنطبخ الطبخه ونعملها بلا زنخه نشويها على الحطب جرة غاز اغلى من الذهب كفى ما تقولي لي ما تقولي لي شو بتهديني شو بتهديني باقيه بصل شو بتشكي ما بتقدري تتركيني ما بدفع لو بدك تبكي كفى شو بك مكترهم لا هيدي هي زيته خلص, خلص، <applause> هذا الشعر شاف انطوان كان ختام حلقة الليلة من المزح للسجاد مشاهدينا هذا كان شاف انطوان وبالموسم الثالث من المزح نص جاد. لا لك ناج بنشوفكم بحلقه جديده مزح نص جاد موسم الثالث تلفزيون الان اذا ما حضرتوا الحلقه لايك اند على تشانل يوتيوب وبترجعوا بتحضروا الحلقه من اول وجديد ثانك يو باي شكرا